وبدأت الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من كربلاء جودة عبد الكاظم مدير عمليات صحة كربلاء. أهلا بك سيد عبد الكاظم معنا في العراق اليوم. إذن كيف تتابعون عمليات الإنقاذ وما الدور الذي تطلع به دائرة الصحة بهذا المجال؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة منذ البداية الأولى للحادث باشرنا كدائرة صحة كربلاء بإنشاء غرفة عمليات خاصة بالموضوع برئاسة السيد مدير عام الصحة الذي كان موجود في موقع الحادث منذ ليلتها أو منذ الظهيرة إلى ثاني يوم الصباح الباكر، والعمل مستمر لحد الآن. أنشأنا رتل سيارات إسعاف، تقريبا 12 عجلة إسعاف كانت متواجدة في بداية الحادث. فريق طبي جراحي من أطباء تخدير وأطباء اختصاص جراحة باشرة بالإضافة إلى كوادر تمريضية كانت متواجدة في مكان الحادث. أيضا قمنا بإرسال عجلتين من مستشفى الزهراء المتنقل وتم تثبيتها في موقع الحادث. الحمد لله والشكر، يعني جهود أثمرت عن إنقاذ حياة 4 أشخاص، 2 بالغين و2 أطفال. أيضا جثث لحد الآن مباشر الدفاع المدني بعملية البحث عنهم، حاليا وصل العدد إلى 7 ومتوقع إلى 8. يعني نعم، فيما يتعلق بالناجين والجرحى الذين أخرجوا من تحت الركام، ما هو الوضع الصحي لهم حتى الآن؟ الوضع الصحي جيد، يعني في يعني اول يوم يعني تم خروجهم من المستشفى، فقط الطفل اللي طولت عمليه الانقاذ اللي هو حسن او حسين، يعني ما يحضرني الاسم، طولت عمليه الانقاذ مالته اكثر من 12 ساعه، بقى داخل المستشفى، ولكن حالته الصحيه جيده ومستقره. طيب، الحديث يدور سيد عبد الكاظم عن مياه جوفيه، تصدع جدران المزار التي تتشبع بها الجدران والكوم الصخريه المحيطه بهذا المزار. هل هناك أسباب أخرى وقفتم عليها؟ ما الذي يجري حاليا؟ هناك حديث عن وجود أكثر من سبب يعني وراء سقوط هذه الصخور. يعني حقيقة المفروض الحديث لأهل الاختصاص، احنا كدائرة الصحة مهمتنا التعامل مع المرضى وكيفية الإخلاء وكإسعاف فوري كيفية الإجراءات الأولية، أما هي شيء يعني مواضيع حقيقة لا علم لي بها. يعني أنا شفت وقع الحادث انهيار كتلة صخرية كبيرة من الجبل على المكان، فقط الأسباب يعني ما عندي علم، نتركها لأصحاب الاختصاص. طيب، فيما يتعلق بالتجهيزات الصحية لهذه عمليات الإنقاذ، يعني الآن أنتم هل انتهيتم من عمليات الإنقاذ أم لا تزال هناك؟ حسب المعلومات هناك جثة واحدة أو عالق لا يعلم وضعه الصحي حتى الآن تحت الركام، أليس كذلك؟ نعم، الاخوه الدفاع المدني ايضا استخدموا كاميرات حراريه. يعني احنا ليش طالت عمليه الانقاذ؟ لان الناجين تحت الركام لازم تباشر باجراء دقيق واجراء جدا حذر، يعني في كون الاهتزازات او استخدام اي اليه ثقيله تاثر على المكان هناك، احتمال تقلل فجوه الجيوب الهوائيه اللي موجوده اللي كان بها محصورين الناجين. حاليا البحث فقط عن المتوفين اللي عبرت يعني المده والمكان، وما كان يعني ما لاحظوا انه اكو حركه بالكاميرا الحراريه. طيب، شكرا جزيلا من كربلاء، كان معي جودة عبد الكاظم مدير عمليات صحة كربلاء عبر الهاتف.